اهلا بكم في حلقه جديده من امبيدد سيستمز توتوريال، اعداد المهندس كرولس رفعت. في حلقه النهارده هنكمل في الاب داون كاونتر ويز 1.7 سيجمنت ديسبلاي. هناخد معلومات مهمه او ملاحظات مهمه على الفيديوهين السابقين، طبعا ده هيبقى استكمال للفيديوهين السابقين. عشان كده قبل ما تبدا في حلقه النهارده لازم تكون سامع الحلقه الاولى والثانيه من الاب داون كاونتر ويز 1.7 سيجمنت عشان هشرح فيهم الاكواد بالتفصيل. اما النهارده مش هشرح اكواد، لكن هقول ملاحظات مهمه هتفيدك كمبرمج وهتنمي مهاراتك. طبعا احنا شرحنا الاب داون كاونتر باستخدام 1.7 سيجمنت، مش هنشرحه تاني، بس انا هشرح لكم المشاكل اللي قابلتني وحلتها ازاي. احنا قلنا ان احنا عندنا السويتش بتاع الاب اهو، انا هعمل رن كده في البدايه 7 سيجمنت عرضه 0، والليد الخاصه بالام تي يعني لما يعرض 0 الليد دي بتنور، فلما انا ارفع بالاب كده يديني هنا 1 والليد تطفي. تمام، هعد 2 3 4 5 6 7 8. عند الضغطه التاسعه، عند الضغطه التاسعه مع بدايتها 7 سيجمنت بقت 9. تمام، المفروض البزر يشتغل عند التاسعه، يعني البزر ده بيشتغل عند الفل. خلي بالك انا مع بدايه الضغط البزر ما اشتغلش، هرفع ايدي يبتدي يشتغل. تمام، لا انا عايز اخليه يشتغل مع بدايه الضغط، مع بدايه الضغط ومع بدايه ان 7 سيجمنت قلبت من 8 ل 9. نفس النظام مع الداون، لما انزل بالداون كده خلي بالك مجرد ما نزلت بالداون البزر فصل على طول، لان البزر بيشتغل عند 9 فقط، وهنزل بالداون كمان لغايه 1. اول ما هقلب من 1 ل 0 المفروض الليد دي تنور مع بدايه الضغط اهو، مع بدايه الضغط 7 سيجمنت نزلت ل 0، لكن ما زالت الليد دي طافيه. لا انا عايزها برضو لما تيجي تنزل زيرو دي تنور في نفس التوقيت، مش لما ارفع ايدي. تمام، رفعت ايدي دي نورت، طبعا مهما اضغط على الداون مفيش اي استجابه. ونفس النظام مع الاب، لما كنت اوصل التسعه اي ضغطه زياده ما كانش يستجيب لي. طبعا احنا شرحنا الكود قبل كده زي ما انتم عارفين، طبعا انا مش هشرح الكود من اول لان هو كله ده اتشرح قبل كده. انا كنت باجي في الاف بس بعمل تشيك على الاب والكاونت بتاعي، طول ما هو اقل من تسعه هروح يدخل يزود. لو انت ضغطت، يعني لما انت تضغط والكاونت اقل من 9 هيدخل يزود ويعرض على 7 سيجمنت القيمه. كنت بوقف القيمه دي عن طريق سويتش، بقول له طول ما انت ضغط على السويتش خليك واقف ما تتحررش، عشان انا مش مستخدم ديلي في البرنامج، انا مستخدم هوايل عشان تعمل ايقاف للكود ليه لما انا احرر ايدي عن السويتش، ليه لما هيبتدي مين يعمل تشيك مره ثانيه عشان 7 سيجمنت ما تعرضش القيمه بسرعه. هنا جيت انا تحت في الاف قلت كاونت يساوي يساوي 9 الفولي بازر بيساوي 1، إلس الفولي بازر بيساوي 0. قلنا ان انا لو خدت، انا هتكلم على البازر بس دلوقتي، لو خدت كات وعرضته بعد هوايل، بعد هوايل في الحته دي هنلقى مفيش اي استجابه، زي اكنها بره اف بالظبط، يعني بره اف اللي فوق دي بالظبط مفيش اي اختلاف. تعال نعمل كده بلت اهو، تروح للكود ستوب ران، بصوا كده ادي بدانا من 0، هنضغط 1 2 3 4 5 6 7 8 مع بدايه الضغط. بص بقى مع بدايه الضغط بقت 9 والبزر ما اشتغلش فيه. ليه؟ لان مع بدايه الضغط انت ما زلت 1، طول ما انت ما زلت 1 لو نزلنا هنا، طول ما انت ما زلت 1 فهو محجوز جوه هوايل دي، طول ما هو محجوز جوه هوايل دي هيبتدي يروح يشغل البزر لما انت ترفع ايدك من على السويتش. اول ما تحرك السويتش يبقى الكونديشن ده مش هيتحقق، هيروح وقتها يعمل للبزر يخليها بواحد يعمل لها، فبالتالي هنا دي مشكله. طب لو انا حررت ايدي البزر اشتغل اهو، البزر اشتغل. في نقطة تانية، إن أنت لو ضغطت على الداون بقي 8 المفروض البزر يفصل، لأن البزر بيشتغل عند التسعة بس لكن ما زال شغال. ليه؟ لأن طول ما أنت بتنقص يبقى أنت مش بتخش في مين؟ في دي، لأن ده بيدخل في حالة واحدة، إن أنت بتضغط على الأب، والأب بتدخل إمتى؟ لما الكاونت أقل من 9، يعني طول ما الكاونت يساوي 9 عمر ما هيدخل هنا، مستحيل. تمام؟ عشان كده مش هيحقق ال سي دي، مستحيل يحققها. فأنا لو نقلتهم فوق فوق هوايل عشان ما يتحجش مع هوايل كده وعملت بيلت جديد، ايه الفرق؟ ده اول ما هيخش الكاونت يبقى بتسعه مباشره يشغل البزر، وبيروح يوقف الكود ليه لما انت تحرر السويتش بعد كده. تعال كده نروح للبرنامج، نعمل ستوب اهو ران، بصوا كده ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 مع بدايه الضغط اهو، مع بدايه الضغط اهي شايفينها بقت 9 صح؟ والبزر اشتغل مع بدايه الضغط. تمام، بس لما ابتدي احرر ايه اللي يحصل؟ الدنيا تمام لما انا حررت السويتش. طب نضغط على الداون، ده نزل وما زال البزر شغال، يبقى في مشكله كده في الكود. هنروح بعد كده لمين؟ للحاله الثانيه. هنا اف لو الكاونت يساوي 9 شغل البزر، والسي دي مش هيدخل لها، مش هيروح لها خالص. ليه؟
لان لما الكاون بيقي ب9 مستحيل يدخل مره تانيه، لان بيدخل في حاله واحده طول ما الكاون اقل من 9 وانت تضغط على الاب، لكن طول ما الكاون توصل ل9 مش هيدخل هنا ابدا. خلاص. طيب هو هيدخل في الداون امتى؟ لما تضغط على الداون. فانت اول ما بتضغط على الداون معناها انت نزلت من 9 ل 8 او اي قيمه، تمام؟ فبالتالي مباشره اخد اللي هنا دي ال سي دي ما احطهاش هنا، لا اشيلها كده واروح احطها قبل هوايل هنا برضو، قبل هوايل عشان ما يبقاش الموضوع بعد هوايل ويبقى في ايقاف للمين؟ للكود. لا بس اشيل الس طبعا لان ما فيش اف تبعها، يبدا عشان ما فيش اف هنا اشيل ال سي دي. يبقى كده مباشره هو الكاونت بي 9 هيعمل تشيك، هل الكاون بي ب9؟ يبقى شغل البازر. لما انت تضغط على الداون هتنقل من 9 ل 8، فمباشره وقتها ادخل خلي البازر بكام؟ بزيرو. ده اول ما تعرض على 7 سيجمنت. تعال نعمل بلت كده، بصوا كده معانا هنا، نعمل ستوب، ادي رن من جديد، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 مع بدايه الضغط اهو، البازر اشتغل ملقط اهو زي ما انتم شايفين، وادي 9 تمام. طب نحرر، الدنيا تمام. طب نعمل داون، بقي 8 والبازر فصل، لان لما بتضغط على الداون انت بتنزل من 9 ل 8 فالبازر يفصل فيروح داخل في الجزء الثاني من الكود. لما يبقى ضاغط على الداون وقتها هينقص الكاونت يبقى ب8 ويخلي البازر مباشره بزيرو يطفيها، طول ما هو ما 9 هيبقى 9 في الحاله فوق، لما تضغط على الداون معناها ان هو هيبقى قيمه غير ال9 تمام. نفس النظام مع مين؟ مع الليد. الليد بتشتغل امتى؟ الليد بتشتغل لما الكاونت يساوي زيرو. طب هو الكاونت يبقى بزيرو في الاب ولا الداون؟ في الداون طبعا، دايما الكاونت بيبقى بزيرو في حاله الداون. يبقى اجي قبل هوايل عشان ما اوقفش، يعني هوايل دي بتوقف الكود، ما خليهاش بعد هوايل. بعد هوايل يبقى كده مع بعد تحرير السويتش، لا انا عايزه مع قبل تحرير السويتش، مع بدايه الضغط تمام. والامتي ليد دي اخليها فين؟ يبقى اخليها فوق، لان هي بيشتغل مع الكاونت يبقى بزيرو. طيب كاونت غير زيرو، كاونت غير زيرو يعني معناها ان انت بتضغط على الاب، يعني انت بتزود القيمه تمام. يبقى تاني طول ما انت هتضغط على الداون والكاونت اقل من زيرو لغايه ما يوصل كاونت بزيرو، عرض 7 سيجمنت زيرو، هيعمل تشيك هل الكاونت بقي بزيرو؟ خلي الليد بواحد. طب انت ضغطت على الاب، بقي قيمه غير الزيرو، بقي واحد. طب ضغطت كمان على الاب، بقي 2، فمباشره اقول له طفي الليد هنا، وتبقى قبل هوايل طبعا عشان ايه؟ احل المشكله وما اخليهوش محجوز جوه هوايل. نعمل بلت الاول هنا ستوب، وادي ران، بصوا كده مع الاب هنعمل تشيك مع الاب تاني اهو، 6 كده 8 9 اهو تمام. طب هروح للداون، البازر طفى اول ما ضغطت على الداون تمام. كده 3 2 1، ركز معايا كده، مع بدايه الضغط نورت، مع بدايه الضغط اهو تمام، مع الزيرو. طب افصل، الوضع مستقر. طب اضغط تاني، تمام. اضغط كمان ضغطه زي ما هو تمام. طب لما اضغط على الاب، بقي واحد وطفت على طول، فدي الميزه، فاهمين الفكره؟ يبقى نعمل داون تاني، نورت اهو، مع بدايه ضغطه الاب طفت. ليه؟ مع بدايه ضغطه الاب طفت عشان انت بتقول له اطفيها قبل ما تسال على تحرير السويتش. لو خدت دي تحت هتطفي الليد مع رفعتك او رفعت ايدك عن السويتش، مع تحرير السويتش، وطبعا ده غير مقبول. خلاص، ده كانت الاختلاف في الكود. طبعا كل البرامج اللي انا شرحتها في الفيديوهين السابقين هتمسك الحته دي هتضيفها مع الاب اللي هو السطرين دول، وهتمسك السطرين دول تضيفهم مع الداون، وهتشيلهم من بره هنا. ده كان حل المشاكل، وده افضل حل ليهم حاليا تمام. وعشان كده انا هتلاقوا الفيديو سريع قوي، هتلاقي انا بغير الكود بسرعه. ده كان الكود الثاني، هروح نغيره. قلنا بناخد اف اللي هنا دي، نعمل بيلت، نيجي هنا صب رن. طبعا ايه السويتش كان مضغوط، 2 3 4 5 6 7 مع بدايه الضغطه 9، ادي 9، البازر اشتغل، ارفع ايدي يفضل شغال، مع الداون يفصل اوتوماتيك. نرجع 3 2 ننزل 0 مع بدايه الضغطه الليد نور، نرفع ايدنا مع بدايه الضغطه بتاعت الاب 7 سيجمنت اتغيرت والليد طفت تمام. طبعا هتمشي على كل الاكواد اللي انا شرحتها في الفيديوهات السابقه بنفس الطريقه، مفيش اي اختلاف. تيجي في الاب هتخلي الامتي ليد بزيرو وتعمل تشيك على الكاونت، لو سوى واحد يبقى شغل البصر. تيجي في الداون هتعمل تشيك، لو الكاونت بزيرو شغل الامتي ليد وفي نفس الوقت افصل البصر تمام. ده على كل الاكواد اللي انا شرحتها. نفس النظام مع الدايره دي برضو، رحت انا هنا في الكود مغير الجزء ده والجزء ده، ضايفه يعني شايله من تحت وحطه فوق بنفس الطريقه اللي احنا قلناها. نفس النظام برضو مع الدايره دي، رحت للكود بتاعها مغير هنا، ضايف السطرين اهو من تحت
وضيف السطرين دول هنا مع الداون من تحت برضو، شيلتهم من تحت خالص. نعمل بلت نفس النظام مع الدايره اللي هنا دي اللي هي ويز ترانزستور، واحنا ضفناهم هنا في الكود اهو مع الاب ومع الداون، وبالتالي كده حلينا كل المشاكل اللي كانوا ظاهره في الفيديوهين اللي فاتوا، وبكده حلينا كل المشاكل اللي كانت ظاهره في الفيديوهين اللي فاتوا. ولو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا، وانتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله.